نعم أستاذ، هلأ سلمت الجرد لنورة. عظيم عظيم، حتى لو بدك تشتغلي من وراها بديها تتعلم. قد ما كانت خايفة بالأول فكرت رح تاخد وقت، بس طلعت شاطرة، والمهم إنها كتير حابة الشغل وأنا رح ساعدها قد ما فيي. عسلامتك. ميرسي أستاذ. شو بدك أعمل بصيانة مكانة الخياطة؟ ماشي، ريما رح تهتم فيهم. انت روحي لعندها هلا بتكون خلصت الموعد مع شماتة الأشراس. اوكي بإذن. إذنك معك. مواضيع كلهم مزبوطين. طريقة أخذ لي هيدي للأستاذ ميشيل. مرحبا أستاذ فادي. أهلا أهلا خبير شريف، كيفك؟ ماشي ابن حلال، بعدني عم شوف الإيميلات اللي بعت لي إياهم. تفضل تفضل. جبت لك الكونترا على الورق، بركي بتمضيها بفرد مرة. صراحة ما بعرف شو بدي أقول لك. خير؟ ما راح فيي أترك هون وسافر. عائلتي أبدا، ما بدي أترك عائلتي. إذا هيدي هي المشكلة خدها معك، ما في لزوم يلحقوك بعدين. خبير شريف أنت فهمتني غلط، أنا مش أنا حاطط كل أمالي عليك بشركة فادي، فما تقلي مش وما بعرف شو. شو مبين عنا؟ طارق، أنت قنعته لفادي إنه يرفض عرضي؟ ليش رفضه؟ ما كنت رح ياخده منك، ما كان رح يشتغل معنا اثنيناتنا. أنا شو خصني هذا قرار؟ أنا بالإذن في عندي شيء لازم شيك مع المعلمين عليه ضروري، أحلى ما يطلع القص غلط. الله معك. أوكي الله معك. بالإذن. الله معك. مشي نشربها وأنا وياك بمكتبي. ماشي. إف كيف لحقت الدخلة هو كلهم بهالسرعة؟ برافو نورة. المهم يكونوا مزبوطين. ما تعتلي هم، هلا انا برجع بشيكر وبشوف اذا في شيء غلط. اوكي. الو. ايه فادي. حمادي انا جيت جدو. تعطيهم لتاتا تنكفي دق الورق. طبعا. نزعت على البنت. صار عندها إدمان على لعب الورق بدل ما تمسك كتاب وتقعد تقرا فيه. ما صدقت كيف خلصت المدرسة تيتا. بعرف يا حبيبتي، أنا مش عم قلك ما تلعب ستة، بس أنا عم بقول إذا كل يوم هيك بتعطي ساعة من وقتك تقري لك شي كتاب لحتى تفوتي السنة الجاي مرتاحة، مش أحسن؟ ما هيك هيك عيط أنت. جدو مع حق تيتا، لازم نوقف لعب الورق وعلمك لعب الطاولة. يس. هيك هيك كثير صاير مهضوم انت، زعل البنت. هل عني عم اقول بدك اياه. تعي يا جدو تعي. فوتي. مش رح تقلي شو فيه؟ بلا، بس بدي اعمل فنجان قهوه قبل. شغلت لي بالي. ليش؟ مرقت لعندي على الشغل وقلت لي هلا بالبيت بنحكي وبتعرفي، وهلا صار بدك تعمل قهوه؟ طيب خلص. خليها نقعد. هنادي بهالشي؟ لا اكيد. لو بهالشي كانت امك تلفنت وخبرتك. بدي احكي انا وياك. عن شو؟ عن كتير اشياء. فكرت خلص الحكي بيناتنا. اجاني عرض اني سافر مقابل وظيفه ب 5000 دولار. رفضته. ما بدك تساليني ليش؟ ليه؟ لاني ما بدي اعيش بعيد عنكم. ما بدي اياك تتركي شغلك حتى تسافري معي. وخاصة شفتي قد ايه صرتي مبسوطة لما بلشتي بالشغل. بس كان فيك تقلي هالشي على التليفون او تنطر لنجي عشية وتقلي. بلا، بس اشتقت لك. اشتقت لي؟ ايه. ما بحق لي انا جوزك. فكرتك ناسي.
لا ما نسيت. بس انت حتى لما رديتني على البيت كنت كل الوقت هملني. خلينا ننسى هالمرحلة، قطعت وخلصت. بالنسبة لإلك قطعت، بالنسبة لإلي لا. قلنا زمان عايشين مثل الإخوة. حقك تعاتبيني. أنا مش عم عاتبك، أنا تعودت. أكتر شي معذبني إنه دايماً أنت حملني. مشاكل والهموم أوقات بتخلينا نهمل الناس اللي بنحبهم. تحبهم؟ ليش أنت بتحبني؟ أنت ولا مرة قلت لي إنه أنا بعني لك شي. ما تبالغي نورا. أنا عم بالغ؟ فيك تفسر لي ليش فجأة تذكرت إني موجودة؟ مش فجأة، صار لي مدة عم فكر، بدي صلح الأمور بيناتنا. من بعد شو؟ من بعد ما كسرت كل شيء؟ بتعرف ليش أنا فتشت على شغل؟ فتشت على شغل بس لحتى أحس حالي إنسانة موجودة من لحم ودم مش حجر. أنا ولا مرة اعتبرتك حجر. أنت ولا مرة عملتني إلا كأني حجر بدون سبب. شحت حالك من العلاقة وهلأ هيك؟ هيك صرت بدك ترجع؟ كيف؟ بدي أعمل قهوة.